دعم لها ثلاثة ديال الجرعات ياك وأربعة عندك وليدات شحال ديال الوليدات أربعة الوليدات وعاملة الجرعة الثالثة ودابا هاد السيدة هادي لا شحال غادي تقام عليك بيا بيتي الطيارة ياك أربعة السابيكو يعني الساد الناس إذا بولتا وزيد عليهم بي سي ار يعني كاملين بهم اذا غادي تمشي نويبا يورك ولا هادو ما غاديش يتقام عليك بيتي بحال المغرب ها نعم السلام عليكم خوتي جيت نقول لكم باللي مدن مدريد طرقونا خيرونا ينضمان الى الوقفات الاحتجاجية المقررة يوم السبت 12 مارس من امام مقر القنصليات المغربية بكل من مدن برشلونة باليسيا مورسيا ايبيسا واخيرا يعني انضمات مدن يعني العاصمة مدريد خيرونا وطرقونا وكنتمناو انه يكون الحضور محترم مقبول اخوت سيوداديس دي مدريد خيرونا اي طرقونا سيونين ا لاس مانيفيستاسيونيس كونترا لاس كونديسيونيس ابوسيفاس بارا بودر انترار ان نوسترو بايس اي اسبيرو كي استيموس تودوس وخاصه بالنسبه للاخوان والاخوات الغير ملقحين اللي كيقول لك دائما يعني ما كتهضروش على الغير ملقحين حنا يعني هاد الوقفات تحت شعار فتح الحدود بدون قيود اي بدون شروط يعني الاعفاء ديال الاختبار ديال البي سي ار وبالنسبه للملقحين والغير ملقحين يعني يدخلوا بالاختبار ديال البي سي ار وخاصه مي كنشوفوا باللي الملاعب يعني تفتحات بوجه الجماهير المغربيه وبدون قيود بدون قيود اي بدون جواز اللقاح كذلك غادي نشوفوا التمديد ديال اغلاق المعابر الحدوديه ديال سبتوم ليليه الى غايه 31 مارس يعني هنا كاين واحد البروروغا ديال السري او بروروغا ديال السري ديال دي لو باسو فرونتيريسوس دي سيوتا ايميليه حتى 31 دي مارسو وهذا الخبر يعني كيلغي داك الخبر ديال اللي كانت خرجت به واحد الصحيفه اسبانيه مشهوره كتقول باللي المعابر الحدوديه غادي تحل نهار 2 في مارس يعني كيتلغى هذا الخبر وكنشوفوا حتى الاسبان كيمدوا الاغلاق ديال المعابر الحدوديه يعني هذا الشيء هذا بالنسبه للمعابر الحدوديه ما كيجيش مع من المغرب وهذا القرار يعني ما كيعنيش ان الحدود يعني ما غاديش يتحل هذا القرار ديال التمديد ما عنده حتى شي علاقه بفتح المعابر الحدوديه اذا كانت غادي تتحل فراه غادي تتحل المهم اخوتي وكنتمنى تبقاو حتى الاخر وتسمعوا يعني الفيديو كامل وجوابا على داك الاخوه داك الاخوان اللي كيناديونا بالخمجين وغادي ينقلوا المرض يعني كاين بزاف ما يتقال كذلك اخوتي كنشوفوا يعني واحد الامر جد مفاجئ ان الحالات في المغرب اليوم 118 حاله يعني ما كاينش الوباء ما بقاش الوباء في المغرب وحنا لحد يومنا هذا مازال مفروض علينا الجواز ديال اللقاح وماشي غير الجواز ديال اللقاح بل اختبار ديال البي سي ار حتى هو يعني اللقاح الكامل والاختبار ديال البي سي ار يعني هذا الشيء هذا غريب وغريب جدا ولهذا المرجو تكونوا حاضرين نهار 12 مارس من امام مقر القنصليات المغربيه بكل يعني من مدن برشلونه باليسيا مورسيا ايبيسا واخيرا يعني انضمت مدن العاصمه مدريد طرقونا وخيرونا كنتمنى تكونوا في الموعد وكنتمنى ما تبخلوش عينا باللايكات ديالكم بزاف كثروا من اللايكات يعني بغيناكم تدعموا هاد الفيديوهات اللي كيهضروا على هاد الوقفات وبغيناكم اخوتي تكونوا حاضرين معنا يعني مابقاش في الشفوي بزاف والتعاليق بزاف يعني خصكم تكونوا حاضرين بغينا يعني حنا كذلك مواطنين مغاربه بحالنا بحال مغاربه الداخل يعني هما خفوا عليهم القيود حنا كذلك يخفوا علينا القيود
السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. ونبدأ على بركة الله بالوقفة الاحتجاجية ديال نهار السبت 12 مارس اللي انضمت لها مدن مدريد، العاصمة مدريد، خيرونا وطرقونا. يعني هذه المدن ينضموا إلى الوقفات الاحتجاجية من أمام مقر القنصليات العامة للمملكة المغربية للمطالبة فقط بحق من الحقوق ديالنا المشروعة، اللي هو أولا ندخلوا الوطن ديالنا بدون قيود، يعني تخفيف الشروط الغير مدروسة التي فرضتها الحكومة المغربية على أبناء المهجر فقط، أي الالغاء ديال الاختبار ديال البي سي ار بالنسبه للاخوان والاخوات الملقحين، والسماح للدخول للغير الملقحين الى ارض الوطن، لانه حق من الحقوق ديالهم المشروعه. يعني هذه الوقفات هي تحت شعار افتحوا الحدود بدون قيود، اي موعدنا يوم السبت 12 مارس على الساعه 4 مساء في وقفه ثالثه، وهذه الوقفه هي غادي تكون وقفه الاستمراريه. يعني كانت الوقفة الأولى تسمت وقفة الصرامة، من بعدها ديال السبت اللي فات وقفة الصمود، وكنتمنى يعني من باقي المدن، يعني الإسبانيا وغير الإسبانيا، أنهم ينضموا لهذه المدن باش تكون وقفات احتجاجية، يعني جميع المدن الأوروبية للمطالبة بالحق من الحقوق ديالنا المشروعة اللي هو دخول أرض الوطن يعني بدون قيود، خاصة بالنسبة للإخوان والأخوات الغير ملقحين. وكنتمنى تبقاو حتى الآخر ديال الفيديو، لأن غادي ننزل واحد الفيديو اللي كيشرح يعني الطلبات اللي كنطالبوا بها في هذه الوقفات الاحتجاجية، واللي هي طلبات جد مشروعة ومن حقنا كمواطنين مغاربة. وهنا يعني خاصة هنا ملي كنشوفوا يعني الملاعب المغربية، هنا كنشوفوا ملعب طنجة الكبير يفتح أبوابه أمام الجماهير بدون شرط التوفر على جواز التلقيح، بخلاف الشروط التي ما تزال معمولا بها لولوج العديد من المرافق والفضاءات العمومية، وعلى رأسها التوفر على جواز التلقيح. لن تكون جماهير كرة القدم ملزمة بالتوفر على هذه الوثيقة من أجل ولوج الملاعب الرياضية. بل يا أخوتي، يعني ملي كنشوفوا هذه الأمور بحال هذه، يعني حنا المهم انا ما ملي كنبقى نهضر بزاف ولا هضر، انا قلتكم يعني راه الامور واضحه اخوتي. وهنا بالنسبه يعني هنا كاينه بالبونو بالاسبانيا، نهضر على التمديد ديال لا فرونتيراس كومبليران دوسانيوس سيراداس تراس اوترا بروروغا استا ال ديا 31 دي مارسو. يعني هذا يعني كيجاوب على ذاك الخبر ديال احد الصحف يعني الشهيره هنا في اسبانيا، اللي قالت باللي الديونو دي مارسو يعني الرياض ريران لو باسوس فرونتيريسوس دي سيوتا ايميليا علي، يعني ما كاين والو، هادشي هذا ما كاين منه والو حاليا، ولكن هذا ما كيعنيش ان المعابر الحدوديه ولا الحدود البحريه ما غاديش تحل، يعني ملي كيكون هذا التمديد ديال الاغلاق ديال الحدود او ديال المعابر الحدوديه. بونو باش ما نطولش عليكم بزاف اخوتي، كذلك يعني هنا كذلك عاود ملي كنشوفوا اخوتي يعني الارقام يعني الجد جد جد منخفضه اللي كاينه حاليا في المغرب بالنسبه للحالات ديال الوباء، يعني كاينه 188 حاله يعني في اليوم، ارقام يعني مقارنه مع الارقام اللي كتكون هنا في الدول الاوروبيه فلا علاقه اخوتي. يعني كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم السبت تسجيل 188 حالة إصابة، يعني الوباء راه ما بقاش. إذا كاين شي حاجة أخرى من غير الوباء يعني شاركوها معنا ونشوفوا واش نتفاهموا ولا ما نتفاهموش، لأن كنشوفوا مابقاش نعاود هذا الكلام هذا بزاف أخوتي. العاملات ديال الفراولة والبضائع اللي كتدخل وهذا، يعني كل شيء خدام وكل شيء مقفول فقط على الجالية المغربية، هادشي اللي بدا كيبان اخوتي. المهم كنتمنى تكونوا معنا في الوقفة ديال نهار 12 مارس، لان كنشوف بزاف خاصة الاخوان والاخوات الغير ملقحين كيقول لك ما كتهضروش علينا، حنا كنهضروا عليكم وكننظموا وقفات يعني احتجاجية للمطالبة بهذه الحقوق ديالنا اللي هي حقوق مشروعة. وهذا يعني غادي نخليكم مع الفيديو اللي كيجاوب على داك اللي كينادينا بالخامجين، وعلى بزاف الناس اللي كيقول لك لا وحتى تعترف
حتى يعترف المغرب بمغربية الصحراء، مع العلم أننا كنشوفوا يعني يعني من ناحية ديال البضائع وهذا وهذا راه كل شيء خدام، هذا الشيء هذا مقفول علينا حنا فقط الجالية المغربية. وإن شاء الله يعني اليوم في المساء نفتحوا مباشر ونناقشوا هذه الأمور هذه أخوتي. صلوا لي في راسكم، خليكم مع هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملتي ثلاثة؟ عملت ثلاثة والله إلا سهقتني. أنا كنصومة، أحنا متبعك لي. سمعتي؟ لا متبعك لي الكل. أنا قلت لك عملت ثلاثة. زعما كنصرعوش. أنا. لا ماشي ضروري، شوف ثالثة في حالة إذا داز على الثانية 9 شهور. إيوا راه داز عليها. داز عليها يعني. الثانية موراها 9 شهور تقدر. أسي. وعاد كيقولوا هو ماشي اجباري، هو اختياري، ولكن بطريقه غير مباشره هو اجباري. نعم. نعم دابا فعلا دابا رساله للمسؤولين، دابا هاد السيده عملت ثلاثه ديال الجرعات ياك، واربع عندك وليدات، شحال ديال وليدات؟ شحال ديال وليدات؟ اربعه ديال الوليدات وعامله الجرعه الثالثه. هو دابا هاد السيدة هادي بلاتي شحال غادي تقام عليك بيا؟ 20 ديال التسير بيتي الطيارة ياك، أربع السابيكو يعني الساد الناس إذا بولتا، وزيد عليهم بي سي ار يعني كاملين بهم، إذا غادي غادي تمشي نويبا يورك ولا هادو ما غاديش يتقام عليك بيتي بحال المغرب. ها؟ نعم لا قلت لك بزاف يعني الغلاء في التذاكر وزيد عليهم بي سي ار. نعم نعم شوف انا الراي ديالي بعد الناس اللي ملقحين وخصوصا الناس اللي عاملين اللقاح الكامل حيدوا لهم بي سي ار، حيدوا سينو بطريقه غير مباشره، هما اصلا كيقولوا باللي هذا اللقاح حتى هو نصير به مادام الناس كتعمل. نعم نعم وزيد على هذا الشيء هذا يعني اذا هبطتي في الطياره خصك عاوتاني الوسيله ديال النقل، خصك لان ما كاينش طوموبيل ما غادي تجبر لا تاكسي، وشكون هذا التاكسي اللي غادي يوصل هاد الناس؟ ها؟ هاد الناس خصهم يفكروا قبل ما يقروا، خصهم يفكروا مزيان. واخا شكرا.